المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج رؤيتي. كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات. قصة نجاح أتت من الأردن إلى الإمارات منذ عام 2018. مهندسة سوسن، يسعد مساك. يسعد مساك. بداية إحنا كتير تشرفنا بزيارة لكم في إمارة دبي. أسرة فريق برنامجنا تحكي لك أهلا وسهلا فيك ضيفة عزيزة علينا. شكرا كتير لكم، شكرا لاستضافتي، هذا شرف كتير كبير إلي. مهندستنا، بداية إحنا وفريق التلفزيون حابين نتعرف بشخصك الكريم، من هي المهندس سوسن؟ أنت اللي إجت على الإمارات وشو بتعمل؟ أنا سوسن نابلسي، مهندسة ديكور، إجيت على الإمارات 2013، خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا، وعملت ماجستير بالإمارات بهندسة التصميم الداخلي. إجيت كموظفة بال 2013 تقريبا لل 2016 بأبوظبي. اشتغلت بأجمل المشاريع بأبوظبي مع خيرة الشركات الهندسية، وبعدين انتقلت للمرحلة الثانية اللي كانت هي أنه أنا أحضر لشغلي الخاص. بهاي المرحلة عملت شهادة الماجستير وبدأت أطلع على السوق بدبي. بهاي الفترة كانت فترة يعني غنية جدا طبعا بالإمارات، لأنه الحلو بالإمارات لما بتشتغل بالمشاريع بتشتغل مع مشاريع بشركات عالمية، مع ناس على مستوى عالمي، وبمشاريع بمستويات مميزة جدا. وبعد الخبرة الغنية كان الوقت المناسب أنه أفتح شغلي الخاص، وهو شركة تصميم الداخلي، شركة ريشة سوسن النابلسي بدبي. طبعا هو أجمل مكان وأكثر مكان يعني البيئة المناسبة لاستثمار ولا التصميم الداخلي. من شي 3 سنين فتحنا الشركة، والحمد لله هينا أنتوا زرتونا بموقعنا الخاص. مهندستنا، وقدومنا على الإمارات بال 2013، شو كان سببه الرئيسي أو ليش اخترت الإمارات لتيجي عليها؟ ظروف حكمتك ولا أنت كنت بديها؟ بصراحة الحمد لله كانت ظروفنا ما جيدة بالأردن، بس من زياراتنا المتكررة على الإمارات، وبسبب كمان زوج انتقل للإمارات بحكم شغله، كان حسينا إن كان بمجال شغل زوجي أو بمجال شغلي أنه دبي والإمارات العربية المتحدة هي أكثر مكان مناسب، وهي البيئة المناسبة إن كانت نكبر بشغلنا نتطور بشغلنا. لأنه الحمد لله يعني دولة الإمارات دائما تفتح لنا المجال أنه نحن نشتغل بمشاريع مش محدودة ببلد أو بمدينة أو بقطر، يعني أنت بتحس حالك بدولة الإمارات العالم كله مفتوح لعندك. وكمان بصراحة كانت هي بالنسبة إلي البيئة المناسبة للعمل وللتطور، والبيئة المناسبة كمان أربي أولادي فيها لدولة الإمارات. مجتمع أردني مغلق لبلدي فيها أكثر من 200 جنسية مختلفة، كديزاين برضو كالتشر بيختلف، اللون بيختلف، التفكير كليا. كان الشيء صعب إنه نصمم في الإمارات أو أول تصميم لنا طولنا لنقدر نستوعب شو بدهم الناس، ولا فرضنا عليهم تصميماتنا الخاصة ووافقوا عليها؟ بصراحة هي مش بس كتصميم، إنه ننتقل من الأردن، ومن يمكن نحن مجتمعنا نوعا ما مغلق علينا، بس يعني ما بنتعامل مع جنسيات مختلفة، كان الموضوع فيه تحدي. نطلع لدولة الإمارات، تعدد جنسيات، تعدد الأصول والمنابت، بس هذا الإشي هو أغنى الخبرة تبعتنا. في البدايات طبعاً نقدر نعترف أنه كان في صعوبات، كان في تحديات، بس الحمد لله هلأ يعني نحن بزمن إذا الشخص بيتعب على حاله بيطور نفسه، الإنترنت ما خلت مجال لشخص أنه يكون محدود بإطار غرفة ولا بيت ولا دولة. فنحن يعني الواحد الشخص المثابر اللي بيحب يتعب على حاله بيقدر يعرف يتعامل مع مختلف جنسيات، مختلف أصول، وحتى بالتصميم. هلأ نحن بنقدر نعمل سيرتش، بنقدر نعمل بحث، نتعرف على التصميم لأفضل مشروع موجود بأي منطقة في العالم. فأنا بعتبر هو كان فيه تحدي، بس كتير مهم الشخص اللي بيشتغل على نفسه بيقدر يتطور ويطلع من قوقعة بلد محدد أو حتى جنسية محددة أو حتى أصول وتفكير معين. كان فيها تحديات، بس الحمد لله قدرنا نوصل لمرحلة نقدر نتعامل مع ناس ما
مختلف جنسيات مختلف أصول، نعمل تصميم تعجب الجميع. ودائما أنا بحكي دائما المصمم الشاطر لازم يتعامل مع الزبون تبعه بطريقة ما يفكر من الزاوية تبعتي، أنا ما بفكر من الزاوية تبعتي، أنا لازم أفكر من زاوية العميل تبعي، إيش بيحب، شو أحلامه، شو يعني. أنت بالنهاية أنت بتخدم الشخص تحقق له أحلامه اللي هو بيحلم فيها. يعني نحن عم نعمل عملية ترجمة للأفكار وترجمة للشخص والمساحة اللي هو بيحلم يعيش فيها. لما بدك تعملي هاي الترجمة بتكوني داخل موضوع مالي في النهاية، انه ممكن واحد يحلم في شيء وفاينانشلي ما يقدر يعمله. أكيد. في هيك حالة راح تنقي له الكواليتي ولا ما راح الكواليتي واطي خلينا نقول، ولا مش راح تعملي له الديزاين اللي ممكن. لا لا طبعا، يعني نحن لمرات حتى بيصير في سوء تفاهم مع الكلاينت او العميل، لانه نحن بنقول له حدد لنا شو البادجت تبعتك، بفكر انه نحن لمردودنا المادي. هي الموضوع انه التصميم الحلو والمساحة الجميلة اللي بيقدر الشخص يعيش فيها ما بيحكمها المبلغ المادي. صح. لأنه أنا ممكن أعمل المساحة، يعني هي التصميم الداخلي، في عنا إشي اسمه اللي هو الفانكشن اللي هي تخدم الهدف من المكان واستخدام المكان، وتخدم شخصية الشخص اللي قدامي. ما بيعني أنه أنا بدي أروح لكواليتي ولا لنوعية أقل، الفرق أنه أنا ممكن بدال ما أروح خلينا نحكي خشب من نوع معين أروح لخشب من نوع معين آخر، بس ما بيعني أنه نحن نزلنا بالنوعية أو بالكواليتي. لا، نحن دائما بنخدم الكلاينت بالبادجت تبعته بأحلامه وبالاستخدام اللي بيناسبه هو شخصيا. لما بدي أحكي عن الكوميرشال سايد، لما بدي أحكي عن مساحة محكوم فيها بدي يكون فيها كمان بضاعة تكون كلها تشاهد الكاستمر لما يفوت، هذا الشيء كمان صعب. الكوميرشال كمان تخصصت فيه ولا رحتي بس على الريزيدنت؟ بصراحة هلأ نحن يعني بخبرتي بالإمارات بالشركات الثانية اشتغلنا كوميرشال، اشتغلنا ريزيدنشال، واشتغلنا كمان للمطاعم. هلأ المشاريع حاليا بأكيد بسبب جائحة كورونا صارت أكثر سكنية، لأنه الناس للمرة الأولى يمكن أو المرات القليلة. صح. اللي قدرت تقعد ببيتها بهاي الفترة وتصير تحس أنه قديه محتاجة تحسن من المساحة والنفسية تبعتها وهي ساكنة بمنزلها. بس الحمد لله معانا مشاريع حلوة، معانا مشاريع مطاعم وعنا مشاريع شورومز. أكيد هي صعبة. هلأ نحن لازم نفهم طبيعة البزنس، يعني لو أنت بدك تعمل مطعم حسب إيش طبيعة الطعام اللي انت بتقدمه، اذا كان مثلا ايطالي ان كان عربي، كل هذا بيفرق. لازم نفهم نحن طبيعة المطعم، طبيعة او البزنس بحد ذاته. لازم نعرف طبيعة انت، مين هدفك، مين طبيعة الكلاينت اللي انت بتتوقع يجوا عندك. فهي بلدية طبعا. إيه؟ تحت قوانين بلدية وتطلبات بلدية. أكيد أكيد. هلأ مفروض صاحب العمل كمثلا بده يفتح مطعم أو بده يفتح مثلا شوروم معين لبضاعة معينة، لازم الشخص يكون طبعا متبع كل الإجراءات وكل القوانين اللي بتنص عليها دولة الإمارات. أكيد يعني احتراما، ولازم نحن لازم بنمرق خلال هاي الأمور. يعني نحن كمصممين داخليين نحن كمان معتمدين من بلدية دبي، نحن بنتأكد انه البزنس القائم اللي نحن عم نتعامل معه متبع جميع الإجراءات وجميع المتطلبات من بلدية دبي او حتى من الحكومة الإماراتية وحكومة دبي. وفي المقابل نحن الحمد لله بنمشي بإجراءاتنا كمان بطريقة سليمة 100%، نحقق يعني هي التصميم الداخلي هي أداة لتنجح العمل او البزنس المعين. يعني اذا انت مطعم لو كان الاكل تبعه كتير زاكي وانت بتحبه، بس اذا كان انت الجو اللي قاعد فيه ما بيخدم هذه يعني طبيعة المطعم او الاكل او حتى الفاتورة اللي انت بتدفعها، وجزء من الفاتورة اللي بتدفعها هو الانفايرمنت والجو اللي انت قاعد فيه والخبرة والاكسبيرينس اللي انت عم بيقدمه لك اياها. مهندسة 3 سنين كانت كافية أن نكون موظفين نقدر نفتح البزنس؟ هو الحمد لله يعني أنا عندي خبرة كمان كموظفة بالأردن كمان. نعم. يعني أنا خريجة 2000
وأربعة لطلعنا 2013، فكانت خبرتي يعني مختلفة بالأردن، فكان عندي خبرة بالأردن وخبرة بالإمارات، والحمد لله خبرة الإمارات وأبو ظبي كانت خبرة غنية جدا، يعني كانت 3 سنين، ويعني 3 سنين غنية بطبيعة المشاريع، بطبيعة الكلاينتس اللي تعاملنا معاهم، والحمد لله يعني كان يمكن الشهر الخبرة في أبو ظبي بتساوي سنين بأي مكان آخر. أول مشروع أخذوه ريشة سوسن النابلسي أمتى كان شو؟ يعني أول مشروع هلأ هي لأنه مشاريع متعددة كانت هلأ، بس الحمد لله بدي بس ضروري أحكي هاي المعلومة، أنه نحن كمجتمع أردني أو مجتمع أردني وفلسطيني بدولة الإمارات، نحن مجتمع داعم وخصوصا السيدات، فنحن مجرد ما في عنا هاي المجتمعات اللي عرفوا أنه أنا عم بأسس شركتي، فصاروا السيدات يتعاونوا معاي ويشوفوا مثلا أي شخص متأمل أنه يعمل تصميم لمنزله فهن تعاملوا معي. فالحلو بالموضوع انه نحن اشتغلنا يعني هي البداية كانت انه اشتغلنا اكتر من شقة مع بعض، يعني اشتغلنا شقة بالموتور سيتي، في عنا بالبالم، فكانت الحمد لله رب العالمين تقريبا في 3 مشاريع بدت مباشرة مع بعض، فكانت هي ريزيدنشال مبدئيا يعني. واحنا بنحكي لسيدات المجتمع اللي دعموك كمان من عنا بنقولهم المهندس سوسن اللي كانت يوم الخميس في البروجكت، يوم الاحد اجاها البيبي كانت بالشهر التاسع، كمان هذا الشيء بنحكي لهم انه بعد هذا الشيء فتحت البزنس عنا اغلب النساء بعد ما يجيهم اول ولد بيقولوا خلص لازم فشو بتحكي لسيدات المجتمع ككلمه تحفزيهم لانهم يروحوا للبزنس؟ بصراحة يعني أنا بدي أشجعهم أنه ما في إشي يوقف بطريقهم. يعني الحمد لله رب العالمين أنا عندي ولد وبنت، أكيد بدعم أهلي، بدعم زوجي، بدعم يعني وكمان بالإرادة، لازم الإرادة الشخصية يكون فوق كل إشي. إذا عندك حلم حابة تحققيه اسعي وراه، ولازم يكون عندك قوة إرادة، ما في أي إشي مستحيل. بدك تعملي إشي لازم أنت يكون عندك الإرادة أولا، والكل رح يدعمك بعديها. فأنا اللي بقوله إذا عندك حلم اشتغلي عليه، أسسي، ممكن تبدي شوي شوي من البيت، ممكن تشتغلي هلأ زي ما عم نحكي الانترنت وجائحة كورونا أعطتنا أبواب ما كانت موجودة قبل، يعني قبل كنا نحن نستبعد نشتغل من المنزل، هلأ صار يعني كتير أنواع من الأعمال ما 90% بتقدر أنت تحققها وتعملها من المنزل. يعني إحنا في فترة جائحة كورونا إجاني خلال نحن قاعدين بالبيت إجاني مشروعين كبار، يعني واحد منهم فيلا تقريبا اشتغلنا 90% ونحن قاعدين بالبيت، بس وقف الحجر وقدرنا نطلع، وقتها كانت في اشياء قليلة جدا اللي نقدر نحن نغطيها، فما في اشي بيوقف بوجهنا. العمل من البيت، كمبيوتر وانترنت اظن يمكن يعني بكفلوا انك تحققي شغلك والمستقبل والحلم تبعك يمكن 90% من الأعمال. وكمان في شغلة تانية بحب أنوهها محمد، أنه أنا من أساسيات الأهداف تبعت شركتي ودعم السيدات، دعم السيدات خصوصا أنت اللي عملت إضاءة عليهم، اللي هي السيدة اللي بيكون عندها ممكن طفل صغير أو سيدة لظروف معينة مش قادرة تطلع كتير من المنزل، فأنا من منصتك بقدر أقدم لهم أنه أنا جاهزة اللي أي شخص او اي صبية عندها مثلا هي ممكن تكون مهندسة معمارية او مصممة داخلية او مثلا بالماركتينج بتقدر تقدم لنا شغل، انا داعمة الاولى لهم، بيقدروا يقدموا، نقدر نشتغل بطريقة معينة وبمنظومة معينة عن طريق وهن قاعدة ببيوتها تقدم لي شغلها وانا اتعامل معاها. وكمهندسات فلسطينيات واردنيات موجودين في بلدهم كيف ممكن تساعدهم؟ والله شوف انا يعني زي ما عم نحكي انه بنقدر ان احنا ندعم الشغل من المنزل، فما بفرق معاي اذا هاي الصبية هي موجودة في الامارات، في الاردن، في فلسطين، في اي بلد، فنحن في ريشة بنقدر نتعامل زي ما بدنا نتعامل مع الصبية اللي موجودة في الامارات نقدر نتعامل معها وهي بالاردن او بفلسطين، انا ما بفرق معي هي باي بلد، نحن الانترنت موجود والإرادة موجودة. أنا بحب دايما يعني أعمل إضاءة على الإرادة
والكوميتمنت، يعني تكون هي لما بدها تشتغل، يعني عفوا منك محمد، نحن لما عم نحكي مشروع معناته نحن كريشة سوسن النابلسي نحن موقعين كونتراكت مع عميل، العميل بتوقع شغلنا يتقدم بوقت معين، وبالنهاية زي ما قلنا احتراما لقانون دولة الإمارات، أنا لما بوقع كونتراكت مع حدا لازم ألتزم بشروطه وأحكامه. فما بيصير أنا مثلا من صبية أو من شخص قاعدة أنا عم بتعامل معاه كموظف، أنا بستنى تقديم الشغل بيوم أو وقت معين أنه يتقاعس بتقديم صح. شغله، لأنه بالنهاية أنا بالوجه وأنا بالصورة، والشركة نحن شركة يعني خاضعة لقوانين وأحكام دولة يعني. فهو إذا في إرادة وفي التزام تام أهلا وسهلا فيهم كلهم. ولما بدي أحكي أنا عن مصمم بده يراعي البرايسز، بده يراعي السب كونتراكتر أو الكونتراكتر اللي بده ينفذ المشروع، وبده يراعي الموضوع ما بعد التسليم، خلينا نقول خدمة ما بعد البيع اللي هي أصعب من البيع لسه كمان. فهذا الشيء كمان كله مانجمنت عم باخذ من وقتك، فمهندسة نائم وزوجة وزوجة أعمال وفورمر موجودة في السايت، أنت ما في وقت لإلك. والله شوف، هي لما الواحد يبلش بزنس وفي بداياته بده الواحد شوي يجي على حاله، فان شاء الله نحن بنوصل لمرحلة يكون في وقت إلي، بس حاليا يعني والحمد لله برجع بقول لك بدعم من الزوج والأهل الحمد لله رب العالمين، يعني قادرة أسيطر على وقتي وأرتب وقتي، يعني لدرجة أنا بصحى على 4 صباحا عشان أقدر مثلا أنجز شوية من الأعمال المكتبية، بعدين بصحي أولادي بحضرهم للمدرسة، بطلعهم على المدرسة، بعمل رياضتي الشخصية، بعد الرياضة بحضر حالي وبطلع على المكتب، وغير الميتينجز غير الاجتماعات مع العملاء نرجع منروح ومن، يعني أنا شخصيا بشرف على المشاريع صح. لأن أنا بعتبر كل مشروع إلي هو طفل جديد عندي، وما بقبل انه انا اقدم اي كواليتي تكون اقل من المتوقع عند الكلاينت، يعني الكلاينت بصفي نوصل مرحله الحمد لله رب العالمين في ثقه عاليه بيني وبين الكلاينت، فما بقبل انه باي نقطه انه ما تكون هاي الثقه بمحلها. ارضاء الناس غايه لا تدرك، هذا بنقدر نحكي ارضاء الكلاينت غايه لا تدرك ولا لازم تدرك؟ ارضائي انا؟ ارضاء الكلاينت؟ لا ارضاء الكلاينت، شوف انا يعني من خبرتي وتعاملي مع كثير مصممين وكثير مهندسين يعني تعلمت كثير، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني طريقي بالشغل كان مع مهندسين ومصممين مميزين، تعلمت منهم والحمد لله هي هي الطريقه اللي انا بمشي عليها. انت بدك تستوعب الكلاينت، والكلاينت لما بدي اتعامل انا معاه انا ما بدي، يعني ما بده يكون في هاي النفسيه ان انا نفسيتي انه انا بدي افرض رايي. بالنهايه انا لما بدي اعمل بيت او بدي اعمل مطعم او بدي اعمل شوروم، بالنهايه مش انا اللي راح استخدمها، يعني انا اذا بدي اعمل بيت هذا البيت فيه إله سكان، فيه إله end user، مين هدول السكان؟ انا بالنسبه إلي لما اكون بعمل مثلا غرفه جلوس عائله، من الأب والأم حتى الطفل الصغير بالنسبة إلي هو شخص رح يستخدم هذا المكان، ولازم يكون مبسوط وراضي عن المكان. مش مهم قدي أنا أكون مبسوطة، أنا مبسوطة خلينا نحكي بالنسبة لأساسيات تصميم معينة، بالنسبة لدمج ألوان. هلأ مرات يعني أنا ما بحكم على الكلاينت، بس أنا زي ما قلت برجع بأكد أنا بترجم ايش الكلاينت حابب الجو اللي يعيش فيه، انا بترجم له اياه مع اسس واساسيات تصميم وهندسه يقدر يوصله لاكثر مكان مريح نفسيا، اكثر مكان امن لإله ولعائلته مثلا او للزباين تبعونه اذا مطعم، اكثر مكان مريح بالحركه كمان. فاهم شيء باي مساحه انا بصممها تحقق عندي ثلاث أساسيات مهمة اللي هي الوظيفة والجمال أكيد، وكمان ثالث إشي اللي هي عناصر الهندسية والتصميم تكون صحيحة وبمكانها. ولما بدي أحكي عن منافسة قوية في الإمارات، بدي أسا أفتح انتيريال ديزاين كومباني رح ألاقي الشركات والفريلانسر والناس كتب أكيد. الإبداع والتميز موجود. الشيخ محمد الطلب عمر في كتاب رؤيتي حكى لنا يمكن صعب نوصل رقم واحد بس الأصعب الحافظ على المركز. أنت واحد من الناس اللي في الطليعة إن شاء الله، فكيف بدك تحافظي على مركزك مهندستنا وما ترجع أي ستيب لو الخلف خلينا.
شوف يعني هو الشخص زي ما قال سمو الشيخ هو أصعب إشي نحن نحافظ على المستوى اللي نحن فيه. بس دايما لما الواحد يكون أكيد نحن تعلمنا من سمو الشيخ قدي يعني وين كانت الإمارات وين وصلت وإيش دايما الأهداف لا تتوقف، المشاريع لا تتوقف، دائما في إشي جديد. أحلى إشي بدولة الإمارات أنه كل يوم في عندك مشروع صح. جديد، كل يوم في عندك يعني يخلق يعني منظومة جديدة دائما بالإمارات، وهذا الإشي ملهم لإلنا. وبصراحة المنافسة بالإمارات بالتحديدا إذا الشخص والشركة ما كانت على هاي طريقة التفكير والمنتاليتي بحياته الواحد ما بقدر لا يتقدم ولا يحافظ على مركزه. فهو أهم إشي دايما يكون في عنا دايما إشي جديد. يعني نحن هلأ بشركة ريشة الحمد لله رب العالمين اشتغلنا مثلا مشاريع التصميم السكنية بعدد معين، صرنا محبوبين عند شريحة معينة. في المقابل هلأ نحن عم نركز على التجاري كمان، ندخل هذا المجال ونثبت حالنا فيه. وفي المقابل نحن دائما بنشتغل على what is next، يعني دائما في عنا خطوة جديدة، دائما في عنا الخطة نحن بنحاول نرسمها. يعني نحن هلأ شغالين صلنا تقريبا من عم نحكي شهرين على خطة 2021 لأنه نحن ما بعد جائحة كورونا إيش الجديد، شو هي الدفعة القوية اللي نحن نشتغل عليها. والأكسبو زي ما بتعرف أنه هو انتقل من 2020 ل 21، فنحن بدنا نكون على هذا المستوى. ومن الاشياء الجديدة اللي انا عم بشتغل عليها حاليا نحن هي دورات وورش عمل لتصميم الداخلي، وان شاء الله نحن هلا شغالين عشان ناخذ من الكي اتش دي اي من وزارة المعرفة بدبي ناخذ ابروفل عليها عشان نعمل هاي ورش العمل. فان شاء الله دائما في خطوات جديده، ودائما التخطيط للمستقبل هو يعني اكبر خطوه الواحد يحافظ على المستوى اللي موجود ويتقدم للامام. نفذت اي مشروع ايكو فريندلي؟ ايكو فريندلي يعني انا السستينابيليتي والايكو فريندلي هاي من اساسيات الشركة التي تقوم عليها. وبحب يعني أنوه أنا حتى مشروعي الماجستير كان هو أكبر جزء فيه هو sustainability. فأنا شخصيا بعتبر حالي أنا ناشطة وداعمة للاستدامة، وزائد بالمشاريع دائما بحاول أشتغل عليها. هلأ يمكن المشاريع السكنية شوي بتعتمد قدي الكلاينت متقبل لها الموضوع، بس المشاريع التجارية والمشاريع الهاي هلأ الحلو كمان بدولة الإمارات أنت من القوانين بتدعم هذا الموضوع، والقوانين جزء أساسي من أنها تعمل أي ترخيص لأي مشروع على أنها تكون قديش تكون إيكو فريندلي، قديش تكون سستينابيليتي، وفيها هاي الأساسيات. وبصراحة أنا هذا الوعي بالاستدامة تكون عندي خصوصا بخبرتي بالإمارات وأبوظبي، لأنه في عنا نحن القوانين كانت بتحث عليها، وكانت الشركة اللي بشتغل فيها كانت تدعمنا أنه ناخد شهادات وندرس فيها، وكنا نطبقها حرفيا بكل مشاريعنا. ومهندس سوسن نابلسي اللي قالت لي أنا اتأسست على يد أعظم شخص في حياتي الوالد الله يرحمه، الله يرحمه، هالوالد اللي أسس سوسن وبنالها قاعدة كملت فيها على زوج داعم أكيد. وهي داعم للزوج كانت حتى في الأردن كانت تساعده في البزنس تبعه، وحتى هون بتحاول تقدم قد ما بيقدروا لبعض، لأن كانت تحكي في إذا نحن مش أنا بالضبط. فهذا دليل على القيادة وعلى التيم والخير، وهي القيادة برضو انعكست على فريق عملك برضو كان بيشتغلوا معاكي، عم بتحكونه بفريق عمل ولا إداريين في بعض؟ بصراحة أنا دايما يعني حتى الشخص أول ما يبلش يشتغل معاي الكلمة الأولى بحكي لهم إياها أنا بهمني الشخص أحس في عنده روح الانتماء. يعني أنا بحس يعني بقولهم أنا الشخص اللي بيحدد قدي أنا هذا الشخص بشوف أنه رح يكمل معاي سنين أو لا، هو قدي عنده هاي النظرة أنه انتماء للشركة للمشروع. أنا لما أشوف الموظف لما أو الديزاينر اللي بتعامل مع المشروع زي كأنه طفل عنده أو زي كأنه نبتة صغيرة عم بسقيها، ها أنا هنا بشوف بيكون نظرتي فيه أنه هذا الشخص اللي بدي إياه يكمل معه، أنا بدعمه وهو بدعمني.
فأكيد هذا زي ما أنت قلت، لما أنا أكون تربيت على إيد والدي الله يرحمه اللي هو أسس فيه هاي الأساسيات، والحمد لله أنا وإخواني عندنا هاي أساسيات التيم وورك والإيد الوحدة، زوجي كمان الحمد لله إجا داعم لإلي، حاولنا ندعم بعض وبنينا حالنا خطوة بخطوة إن كان بالأردن وإن كان لما إجينا على الإمارات. فما بقدر غير أعيش بهذا الجو وأكون أنا يعني داعم للموظفين الموجودين بريشة، وأنا وهن يكونوا داعمين إلي، فلازم يكون إيد واحدة. والمؤسس لمؤسسة ريشة شو بيحكي أو شو بتحكي لزوجي قدام الكاميرا؟ يعني ما بقدر أقول له غير أنت الريشة اللي بحياتي، لأنه هو الداعم الأول والأخير. أنا اشتغلت تنقلت من أكثر من وظيفة من بلد لبلد، أنا درست ونحن متزوجين وعندنا أطفال، فهو يعني كان الداعم الأول والأخير. وأنا الكلمة اللي دائما بستمدها منه بيحكي أنه هو أجمل ما فيي أنا هو الباشن والإرادة عندي القوية لأحقق الحلم اللي عندي، فهو الملهم اللي هلأ موجود بحياتي لإنجاح هذا المشروع. والإمارات اللي وفرت لنا تربة خصبة لأنه إحنا نحقق إلهامنا أو نحقق مشاريعنا أو أحلامنا فيها، لاند أوبورتونيتي ما نحكي من فراغ، أو بلاد الفرص، والفرص موجودة، أمن وأمان، فقدنا في أماكن كثيرة في الأوطان العربية للأسف. شو بنحكي لإداريين هالحكومة أو هالبلد اللي إحنا فيها؟ والله يعني دولة الإمارات الواحد شو ما يحكي ما بو فيها حقها، واللي أحلى من هيك بدي أحكي أنا لشيوخ الإمارات، والإمارات بحد ذاتها هي نموذج ملهم إلنا. فنحن لما بنكون هي منظومة، الإمارات هي مشروع ملهم، يعني قديش التطور اللي لا يتوقف، فهو بالنسبة إلنا نحن جزء من هاي المنظومة. إذا بدنا نكون بدولة الإمارات لازم دائما نلحق هذا التطور، ولازم نكون نحن كمان نعطي زي ما عم ناخد الأمن والأمان والحياة والاستقرار اللي موجود. وزي ما قلت لك قبل وبرجع بأكد، أنا بالنسبة إلي لما إجيت على دولة الإمارات هي كانت التربة الخصبة والجو الصحي اللي أنا أبدأ مشروعي الخاص فيه وعملي، وكمان أربي أولادي فيه. مهندسة إحنا كتير شرفنا بزيارتنا لإليك، ومرة تانية نقول لك أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز. شكرا كتير إلكم وتشرفت بزيارتكم إلنا.